من الامور ايضا التي يعني هي مشتهره ومعروفه عن الامام سعيد ابن المسيب انه كان لا يجامل ولا يحابي ولا يعرف انصاف الحلول ولا يمسك العصا من المنتصف ولا يعير لغضب من يغضب او رضا من يرضى ادنى اهتمام على الاطلاق وكان لا يغمض عينيه عن اي خطا وكأنه كان مسؤولا عن موازين الحق والعدل في البقعة والمنطقة التي يعيش فيها رضي الله تعالى عنه أرضاه يعني تلك التركيبة يعني جرت محنا وابتلاءات كثيرة جدا على الإمام سعيد ابن المسيب عذب بسببها وجلد بسببها ومنع من التدريس ومن جلوس الناس إليه كثيرا إلى غير ذلك وشخر به رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يعني من تلك المواقف المشهورة والمعروفة في يعني كتب التاريخ أن يعني الخليفة عبد الملك ابن مروان لما توفي يعني عبد العزيز ابن مروان أخوه وكان مبايع بولاية العهد يعني كان سيصبح خليفة يعني بعد عبد الملك لكنه مات قبل عبد الملك وهو والد الخليفة الراشد فيما بعد عبد العزيز عمر بن عبد العزيز ابن مروان فعبد الملك ابن مروان أراد أن يأخذ البيعة لابنيه من بعده للوليد بن عبد الملك ولسليمان بن عبد الملك فبايعت الأنصار وكان له عامل على المدينة اسمه هشام ابن إسماعيل المخزومي المكي القرشي ويعني يعد من قبيلة الإمام سعيد بن المسيب فالإمام سعيد رفض بإصرار أن يبايع للوليد ولسليمان وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة بيعتين في بيعة الحديث في الصحيح في السنة الصحيحة ده في البيع والشراء لكن قال نهى رسول الله عن بيعتين في بيعه فكيف ابايع الاثنين بعد خليفه ده المعنى يعني فنهى صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعه وصوره بيعتين في بيعه الا احدد ثمنا معينا للسلعه من ضمن الصور يعني بمعنى يعني انا اقول السلعه بعشر نقدا وبخمسه عشر بالتقسيط مثلا هذا في الحقيقه منهي عنه فلا بد ان احدد الثمن وانا اقول هو بعشره لو قال لي ساشتري بالتقسيط اقول هو بكذا لكن اقول هو بكذا لو كان كذا وبكذا لو كان كذا لا غلط هذا لا يجوز ايضا من صور البيعتين في بيعه انا اقول لشخص ما يعني يعني اشتري منك تلك السلعه بعشره على ان تشتري مني ذلك الشيء وليكن بعشرين او بخمسه عشر فنهى صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعه ويعني الصورتان اللتان اشرت اليهما من صور البيعتين في بيعه، يعني كانه بيع بدل، اعطني حتى اعطيك، لكن كل سلعه يعني تكون بصفقه مستقله عن الاخرى ده المعنى، طب انا اشتريت شيء من حد، وبعدين هو حب يشتري مني شيء ثاني مفيش مشكله. لا اشكال هنا في الحقيقه لكن اربط شيئا بشيء ده المنهي عنه فالإمام سعيد قال والله لا أبايع مختلف الليل والنهار نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة فيعني في رفع هشام ابن إسماعيل عامل عبد الملك على المدينة وعبد الملك في بلاد الشام في دمشق رفع الأمر للخليفة فقال يعني أعرضه على السيف يعني هدده ده المعنى يعني ألزمه حتى لا يقتدي به غيره وحتى لا يحدث فتنه بين الناس من الامور الجديره احبتي ان الامام سعيد وهذه شهاده للتاريخ ان الامام سعيد لم يتسبب في فتنه في يوم ما ولم يؤلب الناس في يوم ما ولم يدعو الناس لوجهه نظره الشخصيه في يوم ما وإنما كان يحتفظ بوجهة نظره لنفسه وده أمر في الحقيقة ظاهر جدا بإمكانك إن درست ترجمة ذلك الرجل بتمعن أن تلتقط ذلك يعني المعنى أو تلك الرسالة من شخصية الإمام سعيد ابن المسيب رضي الله تعالى عنه أرضاه آراؤه مواقفه يحتفظ بها لنفسه فقال اعرضه على السيف هشام ابن اسماعيل مخزومي سعيد بن المسيب يعتبر ابن عمه مخزومي من بني مخزوم الاصل مكه فارسل اليه ثلاثه من العلماء منهم سالم ابن عبد الله وغيره ارسل اليه عددا فعرضوا عليه عروضا حتى لا يؤذى حتى لا يشهر به حتى لا يمنع من التدريس والتعليم فقالوا له يعني تدخل من الباب وتخرج من الباب الآخر دون أن تتكلم فقال لا لما أنت لن تقول بايعت قال حتى لا يقول الناس بايع سعيد ما أنا لو دخلت وخرجت ما هو اللي بيدخل وبيمر ويعدي قال نعم فأنا لو دخلت حتى لو أنا ساكت كأنني قلت نعم فقالوا له إذا لا تجلس في مجلسك الذي أنت فيه فإن طُلبت افتُقدت هنقول والله مش موجود فرفض طب خليك في بيتك رفض وبعدين تاني يوم جاء وجلس في مجلسه الذي يجلس فيه هشام ابن إسماعيل يعني قال كان الرجل يتحداني ده تحدي فجلد الإمام رضي الله تعالى عنه أرضاه ويعني تم التشهير به تم التشهير به فوصل الخبر لعبد الملك بن مروان فعاتب ولام هشام بن إسماعيل وقال ما لنا ولسعيد انت مالك ما لنا ولسعيد انا قلت هدده فقط لكن لا تعذبه لا تحدث به ذلك الامر فموقف الامام سعيد رضي الله تعالى عنه ارضاه كما قلت كان موقف ثابت وكما قلت كان موقفا شخصيا لم يدعو غيره اليه ولم يعلب الناس ولم يخرج على احد من الخلفاء والولاه رضي الله تعالى عنهم اجمعين بل كان يقر بعمره عبد الملك ابن مروان للمؤمنين لما دخل عليه الوليد بن عبد الملك مره وبعدين قال له كيف حال الشيخ قال بخير والحمد لله فالإمام سعيد قال له كيف حال أمير المؤمنين